هنبدأ جولتنا العالمية بأبرز مباريات النهاردة. هتكون البداية مع البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي والجولة 23. النهاردة هتقام مباراتين، الساعة 4 ليدز يونايتد هيلاعب المان يونايتد، والساعة 6:30 مانشستر سيتي هيلاعب أستون فيلا. نروح معاكم لليجا الأسبانية، مباريات الجولة 21 النهاردة هتقام 4 مباريات. ختافي هيكون على ميعاد الساعة 3 مع رايو فايكانو، سيلتا فيجو هيكون على ميعاد مع اتلتيكو مدريد الساعة 5:15، أما الساعة 7:30 فهيكون في لقاء بيجمع ما بين بلد الوليد وأوساسونا، والساعة 10 مساء هتكون نهاية الجولة مباريات الجولة 21 النهاردة في ريال مع برشلونة. نروح معاكم للدوري الإيطالي، الجولة 22 أودينيزي وساسولو، المباراة الجارية الآن بولونيا مع مونزا هتكون المباراة الساعة 4، يوفنتوس مع فيورنتينا المباراة هتكون الساعة 7، أما نابولي فهيقابل كريمونيزي الساعة 9:45 دقيقة. نروح للبونز ليجا او الدوري الالماني، في جولته ال 20 هرتا برلين هيكون على ميعاد مع بورسيا مونشنجلادباخ الساعة 4:30، أما الساعة 6:30 فهيكون في لقاء بيجمع ما بين كولن وإنتراخت فرانكفورت. نروح معاكم لكأس العالم للأندية، واللي خلاص أسد الاستطار عن مبارياته امبارح، وجي الفوز اللي حققه ريال مدريد امبارح بكأس العالم للأندية بعد الفوز الخاص على الهلال أكيد بخمس أهداف مقابل ثلاث أهداف عشان يضرب ريال مدريد ميعاد مع الألقاب. أصبح ريال مدريد هو أكثر الفرق حصدا للقب كأس العالم للأندية، خمس بطولات في ست مشاركات في البطولة، وبعد كده أكيد طبعا بيتفوق ريال مدريد على برشلونة واللي توج بطل للعالم ثلاث مرات، في حين فاز بايرن ميونخ والفريق البرازيلي كورينثيانت باللقب مرتين. كمان اصبح الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني للفريق الاسباني الاكثر تحقيقا للقب في البطوله دي، معادل رقم الاسباني بيب جوارديولا بواقع ثلاث القاب. اصبح كمان توني كروس لاعب الوسط هو اكثر لاعب فاز بالبطوله دي من ساعه ما تم تغيير اسمها بعد ما فاز كروس باللقب ده مع ريال خمس مرات مرة مع بايرن ميونخ الألماني. كمان بيحتل لعيبة ريال مدريد المراكز الأولى في التصنيف التاريخي للبطولة، كروس بيجي كمان بعديه كريم بنزيما وداني كارفخال بواقع خمس ألقاب، وكمان بيجي بعديهم لوكا مودريتش ولوكوس فاسكس بأربع ألقاب. كمان على الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد على مستقبله مع المرنجي وكمان تتويج فريقه ببطولة كأس العالم للأندية، أكد توني كروس في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الأسبانية: بالفعل أنا على تواصل مع إدارة النادي المرنجي بشأن مستقبلي، ونعم أفكر فيما سأفعله في الموسم المقبل، وعندما يحدث أي شيء رسمي ستعرفونه بكل تأكيد. وكمان قال اللاعب: أمر مستقبلي لن يستغرق القرار وقتا طويلا ليظهر للجماهير وللجميع، وفي الوقت الحالي لا يوجد قرار، لكن الأمور تمضي بهدوء. اختتم توني كروس تصريحاته بالكلام عن التتويج الخاص بكأس العالم للأندية، وقال: نستحق أن نتوج باللقب بسبب الطريقة التي عانينا بها خلال الموسم الجاري، لعبنا ضد منافسين يقاتلون بحياتهم في كل شيء في كل مباراة، علينا أن نكون دائما جادين ومقاتلين. يقود الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي فريقه لمواجهة ضيفه فريق لوريان مساء اليوم يوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي، بيحتضن ملعب البجوار مباراة نانت ضد لوريان في الساعة 6:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة 23 بالدوري الفرنسي. بيحتل كمان فريق نانت المركز 13 في جدول الترتيب الخاص بالدوري الفرنسي ورصيده 25 نقطة. بيحتل أو بيقع لوريان في المركز الثامن في ترتيب الدوري الفرنسي ورصيده 36 نقطة، وبيسعى كمان مصطفى محمد ورفاقه لتحقيق الفوز وقطف نقاط المباراة الثلاثة مستغلين عامل الأرض والجمهور. وهتكون المواجهة مثيرة
كبيره اكيد قصاد منافس قوي، وهيكافح كمان لوريان اكيد للفوز وحصد الثلاث نقط عشان يقرب من المربع الذهبي للدوري الفرنسي، ويقدم اكيد الفرعون مصطفى محمد مستويات مميزه في الموسم الحالي. سجل 8 اهداف بقميص نانت في الموسم الحالي، من بينهم 5 اهداف في الدوري الفرنسي بجانب كمان هدفين في الدوري الاوروبي وهدف في الكاس. دي كانت جولة سريعة جدا في الأخبار العالمية. دلوقتي هنروح ونشوف إزاي الصحف النهاردة تناولت في منشتاتها أخبار الرياضة. هنبتدي من الصحف الأسبانية، وركزت صحيفة ماركا على تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية بعد الفوز في النهاية على الهلال 5-3. كتبت العجوبة تمن. الصحيفة كمان اهتمت بمباراة برشلونة ضد فياريال، وكتبت جمع الشمل ما بين برشلونة، وكمان اهتمت الصحيفة بمباراة سيلتا فيجو وأتلتيكو مدريد، وكتبت ملعب سليم لأتلتيكو مدريد. أما صحيفة سبورت الكتالونية فركزت على مباراة برشلونة وعلى فياريال، كتبت كمان الهدف 11 بلس وتشافي لا يريد سماع أي شيء عن رحيل أنصفاتي. كمان الصحيفة اهتمت بتعادل الأرسنال وبرنتفورد 1-1 في الجولة اللي فاتت من الدوري الإنجليزي، وكتبت أرسنال يتعثر ويعطي الحماس للدوري الإنجليزي. كمان اهتمت بتتويج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية، كتبت كمان ريال مدريد يحمل كأس العالم أو يحمل كأس العالم للأندية بدون منافسة. ركزت صحيفة الموندو ديبورتيفو على مباراة فياريال وبرشلونة المتصدر في الدوري الأسباني، وكتبت دع الرقصة تستمر. الصحيفة كمان اهتمت بفوز ريال مدريد على الهلال السعودي 5-3 وتتويج بكأس العالم للأندية، كتبت كأس العالم للأندية بيضاء. كمان اهتمت بمباراة سيلتا فيجو أتلتيكو مدريد، وكتبت اختبار صلابة لأتلتيكو مدريد. نروح بقى معاكم لفرنسا، وركزت صحيفة لوكيب على هزيمة باريس سان جيرمان 3-1 قصاد فريق موناكو، فوز أولمبيك مارسيليا على كليرمون فوت 2-0 في الدوري الفرنسي، كتبت باريس سان جيرمان هزيمة أخرى لمريض وألكسس سانشيز دون رحمة. نروح لصحيفة لاجازيتا ديل سبورت اللي ركزت على رغبة انتر ميلان في التعاقد مع فرانكيسي لاعب برشلونة، وكتبت كيسي لاعب آخر سابق لميلان يطرق أبواب الانتر. الصحيفة اهتمت بفوز اتلانتا على لاتسيو 2-0 وتعادل روما وليتشي 1-1، وكتبت يتسلل ومورينو لا. كمان اهتمت بفوز ريال مدريد الصحيفة بلقب كأس العالم للأندية، وكتبت حفل ريال مدريد وأنشيلوتي. اهتمت برضو الصحيفة باليوفنتوس، وكتبت دي ماريا وفلاهوفيتش ثلاثي هجومي وكييزا هجوم أليجري. دي كانت جولة سريعة في أخبار الكورة العالمية. نروح دلوقتي لفاصل ونرجع نكمل معاكم بقية حلقاتنا، خليكم معانا.